الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق الأري المصفوفات في جافا سكريبت، وأخذنا كذلك اللوب والإف الشرطية. اليوم إن شاء الله تعالى لدينا درس مهم جدا، وهو من أهم الدروس في جافا سكريبت لكثرة استخدامه والفائدته الكبيرة. هذا الدرس هو الفونكشن، الدوال. الدوال تسهل لنا أشياء كثيرة، فمثلا نبدأ كيفية إنشاء الدالة. نبدأ ننشئ دالة، مثلا ننشئ دالة تقوم بفتح علبة حوار، يعني نقوم بفتح علبة حوار، ومن ثم يطلب من المستخدم أن يدخل اسمه. كيف سوف نفعل ذلك؟ دعونا نشوف. فونكشن، 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 شو نسميها أي اسم، شو مسج مثلا أو شو نيم، شو خلوها هكذا، أي اسم عادي، المهم يكون لها هذه الدالة اسم نستدعيها من خلاله. هذا اسم الدالة شو. الآن هنا سوف نقوم بتعريف متغير var. مثلا نريد يعني يكون هذا المتغير your name، مثلا your name، تمام، تساوي. نريد الآن فتح علبة حوار، كيف سوف نقوم بذلك؟ عن طريق شيء يسمى برومبت. برومبت طبعا هذا هنا يتم كتابة النص الظاهر في عنوان علبة الحوار، وهنا يعني النص الذي تريد أن يكون يعني على التكست، النص الافتراضي. مثلا نقوم مثلا هنا سوف نكتب will come، تمام، هنا save نضغط. لو أتينا الآن لكي ننفذ لن يتنفذ أي شيء. لماذا؟ لأننا لم نقوم بتفعيل البودي. هناك بروبرتي في البودي الأونلود، هذا الحدث وقت يعني وقت إقلاع الصفحة أو وقت إقلاع البودي. أونلود تساوي، ومن ثم نكتب ماذا؟ اسم الدالة. يعني عندما يبدأ البودي في التنفيذ أو يبدأ في الإقلاع تنفذ لي ما داخل هذه الدالة، يتم تنفيذ ما داخل هذه الدالة. هنا نلاحظ كيف سوف يفعل ذلك. سيب، نأتي الآن إلى الدالة، نضغط ريفرش. هنا ويلكم أعطانا النقص. هنا هذه هي علبة الحوار، هذه هي علبة الحوار. طبعا نحن لم نكتب أي نص هنا، مثلا في النص الافتراضي للتكست مثلا سنقول له enter your name. نأتي الآن إلى هنا، نضغط ريفرش. لاحظ أنه قال انتر ماذا؟ انتر يور نيم، تمام، لكن لم يقوم بإظهار أي شيء. هناك طبعا نريد نحن أن عندما تدخل الاسم هنا مثلا صالح،
عندما تضغط موافق تظهر لك رسالة ماذا؟ مرحبا أو ويلكم صالح. كيف سوف نفعل ذلك؟ عن طريق عرض هذا هنا طبعا علبة الحوار. سوف نقوم بعرض علبة الحوار. هذا هو عنوان علبة الحوار، هذا النص الافتراضي داخل التكست حق علبة الحوار. الآن سوف نقوم بكتابة صالح داخل هذه علبة الحوار. نريد الاسم الذي كتبناه أن يظهر عن طريق ماذا؟ عن طريق شيء اسمه alert. ماذا سوف هنا؟ طبعا welcome. ومن ثم ندمج النص مع ماذا؟ مع الاسم الذي أدخلناه. الآن الاسم الذي سوف ندخله في التكست حق البرومبت سوف يتخزن لنا في هذا المتغير. والآن بعد أن كتبنا الاسم سوف نقوم بعرضه. Your name، نضغط سيف ونلاحظ، نأتي إلى هنا نضغط سيف، Enter your name، صالح مثلا. عندما تضغط موافق Welcome صالح. هذه الاليرت. طبعا لدينا في الجافا سكريبت أشياء، يعني الأحداث، كيف سوف نقوم بالتعامل مع الأحداث عن طريق جافا سكريبت. مثلا سوف نقوم بإنشاء ديب ومن ثم إنشاء كومبو بوكس ليتم تغيير اللون حق تبع الديب على ما سيتم تحديده في الكومبو بوكس. هنا سوف ننشئ ديب div. طبعا هنا لديه id نسميه مثلا بوكس. هنا سوف نقوم بالتحكم بالستايل css طبعا تساوي ماذا؟ هنا نقوم بكتابة الويدث مثلا، الويدث تساوي 200 بإكس، وكذلك الهايت تساوي 200 بإكس، وكذلك الباك جراوند الافتراضي، الباك جراوند كولر سوف نقوم بعرض اللون الافتراضي يكون مثلا دعونا من الأورنج نضعه ريد مثلا أفضل. سيف، نأتي الآن إلى هنا موافق. هنا ظهر لنا هذا البوكس، نريد أن نضع له كومبو بوكس. في هذا الكومبو بوكس عدة ألوان، ويتم تغيير هذا البوكس على حسب اللون الذي سيتم اختياره. لدينا شيء في HTML واسم يسمى select. سوف نقوم بكتابة واسم اسمه select. طبعا هذا الوسم select يعتبر من وسوم HTML، وهذا الوسم يعني مثلا للاختيار من قائمة من سجلة من هذا الوسم. ويتم كذلك كتابة الأوبشن داخل هذا الوسم. لماذا؟ هي الأوبشن هذا تحتوي على القائمة، سوف نلاحظ ذلك عمليا. select بكتابة
ID لهذا السلكت، وهو عبارة عن ايش؟ كومبو بوكس. تمام. الآن نقوم بكتابة الفونكشن الدالة. هذه الدالة ماذا سوف تعمل؟ ستقوم بتغيير اللون حسب الاختيار الذي سوف نقوم باختياره. طبعا في وسم السلكت يوجد لدينا شيء او وسم يسمى اوبشن. هذا الوسم توجد له قيمة value. هذا الفاليو يتم وضع فيه قيمة، او سوف نحط هنا الالوان، هنا اوبشن، هنا مثلا سوف نحط اللون ماذا؟ وايت. هنا يظهر الاسم الظاهري، النص الذي نريد ان يظهر لنا في الاختيار وايت. طبعا انا قمت بنسخ هذه وتكرارها عدة مرات. هنا لون معين، هنا لون، هنا لون، هنا لون، يعني نعطي الفاليو كل قيمة حسب لونها. طبعا اختصار الوقت عملنا ذلك. الآن نقوم بكتابة الفونكشن. هذا الفونكشن ماذا سوف نسميها؟ تشانج، مثلا تشانج كولور سي اتش، نسميها اي اسم نريد. الآن نقوم بإعلان متغير var. هذا المتغير يتم تخزين فيها القيمة الذي حددناها في السلكت، قيمة الماذا؟ الفاليو، قيمة الفاليو، قيمة إحدى هذه الأوسمة الأوبشن. كيف سوف نقوم بذلك؟ طبعا سوف نعلن عن متغير سلكت كولر، طبعا نسميه أي اسم نريد، دو كيومنت دوت جيت إليمنت إليمنت باي عن طريق الاي دي. خذه لي عن طريق ماذا؟ الاي دي. ومن ثم نفتح ونغلق الحاصرة. هنا ماذا سوف يتم استقبال؟ ماذا سوف يتم استقبال؟ الوسم الذي تم اختياره، الكومبو ماذا؟ الكومبو بوكس، القيمة الذي سوف نقوم باختيارها. تمام. الآن بعد ما وضعنا هذا دوت، هنا لابد أن نحدد ماذا؟ الفاليو، اللون الذي سوف نختاره لشان يتخزن في هذا السلكت. بعد أن يتخزن في هذا السلكت سنلاحظ فاليو. الآن نأتي إلى هنا لكي نقوم بإعلان عن متغير لكي يتغير لنا اللون، أو أوبجكت من البوكس، var box مثلا تساوي document dot get element by id للماذا؟ لأوبجكت، يعني يأخذ نسخة من ماذا؟ من البوكس الديب. هنا أوبجكت، طبعا بوكس أخذ هذا. تمام. هنا لن نضع value. طبعا الآن بوكس هذا المتغير الافتراضي دوت، بعد أن استقبلنا القيمة وضعناها في هذا المتغير، الآن هذا الذي تم اختياره دوت ماذا؟ ستايل. الآن سوف نقوم بعملية تغيير، لماذا؟ للون. دوت ستايل دوت
background color, background color أو كذلك إذا كنا سوف نريد أن نتحكم بالخط نعطي القيمة هنا الفونت فونت سايز أو فونت فاميلي أو أي خاصية من خصائص CSS. هنا سوف نقوم بالتحكم بماذا؟ بباك جراوند ماذا؟ كولر باك جراوند كولر تساوي ماذا؟ ماذا تساوي؟ تساوي القيمة المخزنة هنا. قم يعني سوف تخبر أنت البرنامج أو المعالج. طبعا البرمجة هي لغة تخاطب، لغة تخاطب بين ماذا؟ بين الإنسان والآلة الذين يصنعون الآن الروبوتات. كيف يقومون بالتحكم بذلك؟ عن طريق البرمجة، كلها عن طريق البرمجة. فالبرمجة شيء مهم، وهي تعتبر بمثابة لغة التخاطب بين الإنسان والآلة. الآن هنا سوف نقوم بكتابة هذا المتغير وسوف يتم التغيير. طبعا هنا نوقف هذه الرسالة، رسالة العرض. بعد أن أوقفناها هل تتوقعون أنه سوف يظهر لنا شيء؟ لا، لم يعني ما بيتم عمل أي شيء، فقط ظهر لنا الكومبو بوكس. هنا ظهرت لنا الألوان، لكن عندما تقوم باختيارها لن تتغير. لماذا؟ لأنك لم تعمل الكول، الاتصال بين ماذا؟ الاتصال بين هذا الحدث والكونكشن. يعني وضحت الفكرة؟ الآن يوجد لدينا هنا في السلكت هذا حدث يسمى on change. on change on change هذا الحدث تساوي أن يتم استجلاب ما داخل هذه الدالة. العمل الذي هذا يقوم يعني ما تم اختياره هنا، رسله لي إلى هذا، إلى هذا المكان، رسله لي إلى هذا المنطقة لكي يتم التحكم به على الأساس الذي بنيت عليه، الأساس الذي بنى المبرمج عليه. الآن سوف نقوم بلصق اسم الدالة ونضغط سيف. نأتي الآن إلى هنا، نضغط ريفريش. نلاحظ أنه سوف يتم تغيير اللون حسب ما نريده. وايت هنا، هنا براون، هنا بلاك، هنا يلو، هنا وايت، وهكذا. تبقى لنا شيء أخير يعني نقوم بالتعرف عليه ومن ثم نختم هذا الدرس. طبعا التكست بوكس، العلبة التي يتم الكتابة فيها. مثلا هناك بوتن في HTML، هذا البوتن input. طبعا التايب تساوي، إما هنا أن نضع بوتن، إذا كتبنا بوتن سوف يظهر لنا زر، وإذا كتبنا مثلا تكست وعملنا سيف نأتي إلى هنا ونضغط ريفريش، نلاحظ أنه تم ظهور ماذا؟ مربع يتم كتابة نص فيه، لكن نريد هذا المربع أن يقبل يعني بعض في بعض الحالات نريد أن نكتب مثلا العمر، يقبل فقط الأرقام ولا يقبل الحروف. إذا كتبت حرف لا يقبل ذلك. كيف سوف نفعل ذلك؟ سوف نفعل ذلك عن طريق جافا سكريبت. نأتي إلى هنا، نعمل دالة فونكشن change مثلا change
ايج مثلا هكذا change age. الآن هنا ماذا سوف نكتب؟ سوف نكتب شرط if. إذا طبعا لدينا في شفرة الأسكي لوحة المفاتيح حق اللابتوب عبارة عن أرقام، كل زر عبارة عن رقم. هذا طبعا ليس مجالنا أو تخصصنا، لكن نريد أن نعرف من أين سوف يأتي لنا الشرط. مثلا لدي من رقم 1 إلى رقم 9 و0 تنحصر ما بين رقمين 58 57 و48. تمام. مثلا event الحدث dot code dot key عفوا key code. تمام. إذا كانت هذا الحدث أصغر من 48 أو كان هذا الحدث هذا الحدث أو كان هذا ماذا أكبر من أو أكبر من ماذا 57، نفذ لي هذا الكلام الذي سأقوم بكتابته هنا. ماذا سأقوم بكتابه هنا؟ event dot return value تساوي ماذا false، يعني أوقف لي الكتابة، يعني لا يتم الكتابة داخل هذا التكست false. الآن نضغط سيف، لن يقوم بكتابة أي شيء. لماذا؟ لأننا لم نستدعي الدالة إلى هذا التكست. طبعا لدينا هناك حدث آخر في هذا من الأحداث، وهذا الحدث أن كي بريس أن كي بريس، يعني عندما أتم كتابة أي شيء هذا الحدث ماذا يعني؟ عند كتابة أي شيء ماذا سوف يقوم؟ سوف يستدعي لي الدالة. عند كتابة أبسط الأشياء قم باستدعاء هذه الدالة، عند كتابة أبسط الأشياء قم باستدعاء هذه الدالة. طيب نأتي الآن إلى هنا، نضغط ريفريش، نلاحظ أنه عندما أقوم بالكتابة على بالأحرف لا يقبل ولا يظهر لي أي شيء، لكن عندما أقوم بالضغط على الأرقام يتم كتابة الأرقام دون الأحرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إلى درس جديد، وأرجو التسلسل في متابعة الدروس، لأن هذه المادة مرتبطة، فلا بد من متابعة الدروس درس بعد درس بعد درس حسب تسلسل هذه الدورة، وكذلك التأني وكثرة التطبيق. لا تستعجل وأن تتعلم، لأن العجل لن يفيدك في شيء. لابد أن تأنى وأن تسأل، وكذلك التطبيق مهم جدا. إن شاء الله تعالى إلى درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.